كانت تقول لا أقيم في بيروت ولا في باريس، فقد قررت أن الجغرافيا ليست مهمة. منحتها هذه الحرية التحليق إلى عوالم شاسعة في المخيلة والواقع، إذ ذهب بها القدر لأمنيتها الأولى وهي السفر خارج الحدود. ورغم أنها عاشت في الغرب، لكن قلمها ظل عربياً لتنسل الكلمات من بين أصابعها نصوصاً وقصصاً ومسرحيات ورسائل. إنها الروائية اللبنانية هدى بركات. بعينين زرقاوتين كشواطئ بيروت وبابتسامة دافئة، ولدت هدى بركات بالبلدة المارونية عام 1952، وعاشت هناك حتى انتقلت لبيروت لتدرس الأدب الفرنسي بالجامعة اللبنانية. تخرجت في عام 1975، وتلا تخرجها بسنة سفرها إلى باريس حيث بدأت دراستها العليا هناك. وزامن دراستها في ذلك الوقت الحرب الأهلية اللبنانية، مما اضطرها للعودة إلى لبنان مرة أخرى. وفي تلك الفترة بدأت عملها في لبنان في مجالات التدريس والترجمة والصحافة. وفي عام 1989 سافرت إلى باريس مرة أخرى واستقرت هناك. أصدرت أولى أعمالها الروائية في عام 1990 تحت عنوان حجر الضحك، وهي رواية تسرح بك في أجواء الحرب اللبنانية بمأساتها التي تتوارى رغم حضورها خلف التفاصيل وسلوكات الشخوص. وضعت برواية البطل الواحد أو اللابطل الواحد على خلفية الحرب في بيروت، نبعت عن حدة في الرواية وعمق في التقصي لكاتب مثقف وحامل لأحاسيس مرهفة. أما بريد الليل، رواية مكنت الكاتبة من الحصول على جائزة بوكر العربية، كما أنها الرواية الوحيدة التي تجري أحداثها بشكل رئيسي خارج لبنان، وهي رسائل ليلية خطت بأيدي أصحابها التعساء المهاجرون الكسالى الضائعون الفاقدون لأوطانهم ومنازلهم. في عام 1988 قدمت لجمهورها رواية حارث المياه، وفي عام 2000 كتبت أهل الهوى ليتبعها رواية سيدي وحبيبي، وفي عام 2012 خطبت أصابعها بالحبر لتكتب ملكوت هذه الأرض، ويضم تاريخها أيضاً مجموعة قصصية تحت اسم زائرات، وكذلك نصوص باسم رسائل الغريبة. جرى ترجمة العديد من مؤلفاتها للغات عدة، منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية. وإلى جوار جائزة بوكر، حازت الأديبة العذبة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن رواية حارث المياه، كما منحتها الحكومة الفرنسية رتبة الفارسة في الأدب والفنون، إضافة إلى منحها وسام الاستحقاق في عام 2008.